تحية لكم جميعا. قال له ما عساني أقول بعد أن قيل ما شي يقول بعد أن قيل ما قال. سمي دمي مبروك عليه سيدة المستر. الله يحفظكم. ويك الحييك وخاك نشوفوا عليها ضغط كبير عبر الموقع. كل نعمة عليها حسود كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تخون يدك. كل نعمة عليها حسود. وكاين بزاف الناس فرحوا لينا دوك يشكلونا استثناء عادي. وسنة الحياة هي هذه ضروري كتلقى الأخيار والأشرار. ولكن يكفيني الأخيار ما الأشرار. ما أنا ما مجهود درنا الحمد لله في ذاك الماستر. ورمزية ديال الماستر اللي ما فهموش الناس لدوك القلة والذين لا يستحقون الالتفات اليهم. ولكن مادام بغيتين هي رمزية الماستر. من أين تأتي هذه الرمزية؟ كونها جاءت من تجربة أليمة. هذا هو ما الناس كاملين كيدوزوا الماستر وكيدوزوا الدكتوراه ماشي تما العين. المشكل هو أن واحد الإنسان زج به في ملف يشكل أكبر شوهة عالمية ومسخ خطير بسمعة المحاكم المغربية. يبقى وصمة عار على جبين كل من هندس وفبرك واتصل. وهذه الجريمة النكراء في حق المملكة المغربية لعنوانها الدبابات لن تمحوها لا متابعة وهبي ولن يمحوها لا تشهير. والله لن يمحوها ولن يمحوها حتى الإعدام ديالي. ستبقى وصمة عار. سجل يا تاريخ. مثلما سيبقى وصمة عار دخول مثلي سب جلالة الملك وسب الوطن وسب المغاربة. وهنا مربط الفرس كان أدي الفاتورة على المثلي. بزاف ناس كيبغيو يفهموا شنو واقع عليا من التشهير. المثلي عندما دخل إلى المغرب أنا ما كنقولش أنا هو أنا صحفي ولكن مني مغربي. كان حمق على التمغربيت وكان افتخر بالتمغربيت والخزي والعار اللي هان الهوية المغربية. ذلك المثل في إساءة للهوية المغربية. ومن تورطوا فيها ما استصغوش أن صحفي يقولهم لا شكون أنت تفهم أكثر منا. كنفهمش أكثر منكم ولكن مني مشاعر الوطنية ربما تكون أكثر مشاعر الوطنية ديالكم. كاع هادشي اللي كتشوفوا وقع اليوم راه شوف أي واحد متتبع المهداوي لاحظوا كيفاش بدات العملية معي من خرج ما لاحظتوش هذه 8 شهور منذ ميل في المثلي 20 موقع ولا 30 موقع كتر ويؤدى وكيتصلوا. البارح جاتني معلومه اتصلت بعض الجهات باش ما يجيوش الصحفيين فين من المواقع. ولكن يكفيني فخرا تم الاتصال كيعيطوا لي ناس من بعض المواقع. سي المهداوي راه عيطوا لي اسهل عيطوا للمدير فلان ما تمشيوش عند المهداوي قسما بايات الرحمن ضغوطات. واتصلوا هذه يومين تصور البارح انا غادي نسيق الطرابيل كيتصل بيا واحد الصديق لا داعي لديك الاسم قال لي راه جمعيه في امريكا غدير بك دعوه علاش واحد النقاش ومشاو عند واحد السيد اللي حط من لي فون ديالي عز عليا وكيعرف اش كنسوى. اختاروا عباره معتي انا المهم باش دوك الاشخاص في وضعيه اعاقه. وتصوروا اخوتي المغاربه ويعيط لي مسكين ذاك الرئيس اللي بغاو يحرضوه. قال لي اخويا المهداوي كنعرفك. قلت له تعال لي ما كتعرفش. قال لي لا. قلت له عطيني شي واحد في المغرب هنايا اللي تبنى ملف ديال الاشخاص اللي في وضعيه اعاقه بحالي في المغرب كنجيهم عندي جوج. قلت له عقل هادي الاوتني الفاس شكون اللي قاد طارق السباعي الله يرحمه انا ديته وديت خالد الجامعي الله يرحمه وديت النقيب البقيوي الله يرحمه كتعقلوا وانا اللي قتل الحمل العادي الاوتني في وضعيه اعاقه الى جانب اخوه اخرون. وعيتصل بيا احد المسؤولين في المغرب انا ذاك المسؤول قال لي حميد عفاك هذاك السيد شقه عيط انا الصفري وعطاها له وجاتني مكالمه بالليل ماشي مسؤول حزبي بلا ما المهم بقى فيه شاف داك الشيء قال وتعطات له الشقه. شكون اللي ذاك السيد اللي تضرب بالقرطاس في السله شكون اللي كيشوف الفيديوهات ديالي اللي رجلو مشات له النص شكون اللي يقدر يكتب عليه لان واحد مسؤول عسكري كبير في احدى الاجهزه ولد خوه اللي ضربه والله ما قادرش شي موقع مغربي يكتب عليه الا الانسان المتواضع ماشي حنا متنطعين. وقلت لك السيد البارح وانا نفاجئ كاين حاجه بيني وبين الله بقى كيشوف. قلت له كتعرف انا اش كندير مع واحد جوج فرعيات اعاقه ولكن ما يمكنش ننزلوا لكل شيء المستويات. قال لي واشوف قال لي شي فلانه وفلان اللي كيشهروا بك راه هما اللي اتصلوا هما اللي خدامين في هذا الشيء. ابا حرام هذا الشيء. واقولها على مسؤوليتي دخول المثلي إساءة بريغة للمملكة المغربية. وسجل يا تاريخ وعدموني ورميوني الكلاب وحركوا المواقع ديال اللي بغيتوا. انا متاكد ذلك كان علاش؟ لان هذاك الشخص طريقه القدارة باش سب المملكة باش سب جلالة الملك. وهذا الملك محمد السادس والله اخوتي ما كان تبيضك ديالنا كلنا والله لا حيدوا لنا شي واحد. شوف بغاو يخوصوه وديالنا منطف عليه انا بطريقتي ما يبقى يحمقني شي واحد. حمقوا ديونا للحبس دفنونا تحت الارض جلالة الملك وحبوه وماشي ديال التبيضيق. كنهضر بمنتهى المسؤولية واللي كيحترم جلالة الملك والله ما يدخل داك السيد والله لا دخل بحكم داك الشيء اللي خرج من فمه عليه والله واخا يكون غيجيب لينا قسما بالله سبته ومليليا والصحراء المغربية تحل مشكلتها بالله. انا
برب الله لا دخل داك السيد. علاش؟ الا داك العبارات اللي خرجوا من فمه واخا يكون اللي كاين صاحبي احترم جلاله الملك، عيب تدخله بديك الطريقه، عيب. وجايبه من بعد ولا كيقول بالتراهن وتيقول واحد المحامي ما كيبغيش نسمع سميته وفلان وليداته تفرقه مغلباته، انت غتعتقل نهار اثنين تعتقل، والوكيل العام يسب سبا. وعباد الله سلاقط، سمحوا لي ما كنبغيش اخوتي وسلاقط، وراه وصلنا لمستوى الدناء سلقوط تيسب وكيل العام ديال جلاله الملك. والوكيل العام كنديرو شكون هذا اللي كيزعم يسب الوكيل العام؟ شكون؟ انا صحفي ما عرفتش كيفاش داير، ومع ذلك كنكذب عليكم كنخاف عادي. حالك انت سلقوط ديال الخلا كيسب الوكيل العام فين بحال الكورت وداير الميكروفون ولا 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 ولا. والوكيل الملك داير له المتابعه في السوق الربعه، ودي انت لواحد الوكيل الملك في بلاصه اخرى وشويه خرج، وبنادم عنده عار الشيكي يداو الحبس. راه ماشي كنهضر مع هاد السلاقط، والله ما كيهموني، كنقول لكم من يوظفون السلاقط، تنقول لهم عيب الله عليكم، اتقوا الله في هذا الوطن. اتقوا الله في هذا الوطن، راه البنيان زوين والطرود زوينه وكل الانسان والقيم والاخلاق، هاد البلاد كبرنا تاريخيا كنحشموا من الكبير، كنحشموا من الفقيه، كنبوسوا الاستاذ، كاين الاسره، كاين الجامع، كاين عيد النبوي، كنفيقوا الصباح لعيد الاضحى، كنسمعوا عرفه، كنشدوا 50 فرنك، كاين اللي كيشد 5 دراهم، تقاليد اسر خصوصيات حتى مغربيه كبرنا بها. اما الرزاونه مؤخرا فيما كان شي سلقوط عطيه الميكروفون، هضروا بالاجهزه التناسليه، سبوا الاعراض، سبوا الشرفه، سبوا الامهات. اللي ما كيحترمش امه واللي عنده مشكل مع امه، اي مسؤول عنده مشكل هو اللي كيمشي لامهات المغاربه. واللي ما كتحترموش مرته واللي علاقته مع مرته ماشي مزيانه هو اللي كيقيس الزوجات ديال المواطنين. والله كنت انا كنقول لهاد المسؤولين اللي كيحركوا هاد السلاقط، والله يا المسؤول كنتي كتحترم مرتك وكنتي تحترم امك، هي ما تزعم على امهات المغربيات ولا تزعم على زوجات وزوجاتنا وامهاتنا اشرف من امهات العالم. وسمحوا لي ما كنقولهاش عليكم، انتم الميساج ديالي راه واضح. السلاقط اللي كيقيسوا الزوجات والسلاقط ما الحبس، انا هما صحاب لهم دابا هاد وهبي ولا عند 10 اولاد، انا راه والله ما كنتسوق هادشي. انا شوف نهار قاسوا لي امي، قاسوا لي شرف امي، كنهضر على المسؤولين، ما السلاقط اللي هذوك عمو كبيري صوت السلاقط والسلقوطات ما كنهضرش معاهم. نهار قاسوا لي امي، قاسوا لي زوجتي، انتهى الكلام. عرفت راسي انا في زمن اوي هادو صعاب اللي ولاو كيحكموا دابا البلاد، اوي وصلوا ناس خطار. صافي خصهم غير البلاد تكون واش على حساب القيم واش على الله واش على الرسول لاهم، صافي وصلوا المستوى البلاد صافي سي فيني. انا بغيت نقول لكم علاش درت لكم انا المحاكمه الوهبي، دير معايا اللي بغيت، وتقصي لي اشرف ما عندي امي، والخطا اللي درت صاحبي كتقلقني ولا، وساحاكم اللي جبد لي امي. والله انا وياك والزمن طويل يا السلقوط، واي واحد مسؤول سلقوط جبت لي امي ومرتي، وسجلوا عليا هادي هاد المسؤولين السلاقط، مسؤولين السلاقط بعض اللي جبد لي امي وجبد لي شرف امي وجبد لي شرف امي، يعرف امي اش كتسوى منين جايه وجبد لي شرف زوج، هو مسؤول سلقوط. هاد وهبي ولا هاد المتابعه، نقول لكم اخوتي واش كاين شي بقى والو في هاد البلاد، بلا ما نبقاو نكذبوا على بعضياتنا، كاين شي واحد حد معاهم الرجلات ديالنا، كريت العصا على المؤسسات. عاش الملك اللي من هب وذب المهداوي كيشد الفيديو وعياشي وباع الماتش، ماشي مشكل بقى انا عارف اش كندير. حموشي لقيته في الواجهه ما كاينش اللي حموشي راجل مزيان، كيخرج عايل مرابط، المهداوي خدام مع الاجهزه، كيخرج الاخر المهداوي حموشي ودافعين على المؤسسات. كريت العصا كان ممكن 7000 عرض نهز ولادي كيما كيهربوا الفيران، ولكن قلت لا لما نخليو هاد بلادنا وتدور الايام توليو ديرونا شرف منا وشرف شرف زوجتنا. سلاقط سلاقط سلاقط، سولوا علينا في الحبس يا سلاقط، ما كنقولش هادشي بفخر، كيفاش عشنا وسط الحبس القبر تحت الارض في عيد الاضحى انتم كتذبحوا، وهذا الانسان جالس مع مدير المعقل ورئيس المعقل ماشي انا متنطع، وسلقوط سلقوطه يشوف فيها بوليس يديرها ويجي يتفرع على المهداوي عاد كنحشم. جبدوا لنا زوجاتنا وهاد المسؤولين المغاربه، عيب الله عليكم تشوفوا التسلقيط وسط البلاد، اش من صحافه واش من بطاقه، اش من بطاقه واش من صحافه، ملي وليت التسلقيط تدخلوا علينا السلقوطات والسلاقط، السلقوطات والسلاقط على السلاقط. لا ما كنهضرش مع السلاقط، كنهضر مع اللي وظفهم. جبدوا الامهات وجبدوا الزوجات وماشي عائله، تعراوا الناس. شد النيفو شد التمغرب، فين المغرب؟ اكبر بلد فيه الزوايا في العالم هو المغرب، بلاد اماره المؤمنين. خصوصيه عندنا بلاد اماره المؤمنين. بلاد اللي فيها الزوايا. شكون فينا؟ حنا كلنا كنحشموا وكنحترموا. تا ولا بلادو كيخرج هكا كيهضر بالاجهزه التناسليه والفيديوهات وكل شيء كيشوف السلطه، وتيتحاكم مهداوي زعما ساليتو المحاكمات في المغرب، بلاد عامره على فساد. اجي نحاكمو هو براسو هذا الوزير. شحال عفو مو عفو مو ما خرج من فمو. عهدرتك وكان الاحترام لهذا البلاد، حنا ما كنسواوش المغاربه ما كنسواوش، نقولها لكم بالعلالي. باش تقول انت وزير قول سير لهولندا وقول بوه لاباس عليه وصيفطوا لكندا، ولا زدي نهار تستفز مشاعر الناس، حطينا كتبه باش فرنسا قراه بوه قراته. هذه كافيه والله ما يتحاكم. تجي تقول انت اي مغربي
الا جينا نديرو لابدعين 29 واحد شكون اللي كيسيء الوطن؟ عمري خرجت هاد الهضره نقول انا اي واحد درنا لابدعين 29 واحد حنا عماتنا عاهرات هذا وزير وعندو الشجاعه يجي يدعي بنادم ما كيحشمش حميد لسمعتي اطوار داخل القصر اختي اطوار داخل القصر اسمحوا لي انا شوف انا ماشي شوف انا نقول لها تصلاقط حيت خصني نعاود نرجع لها تصلاقط والله شوف انا مستعد لاي حاجه راه ما كاينش شي حاجه غلي عندي بالكون ما شرف امي وشرف با وخوتي ومرتي نقول لكم والله وخو تهضروا في امي وفي مرتي وبنتي اللي جايه والله لا أقص والله لا اثرتوا فيا بمعنى من المعاني ولكن خصني نوصلكم برسائلكم نقول لكم انتم صلاقط هذه خصها توصل لان الصلاقط توصل معايا لمرتي وانا راه شوفوا راه نقدر نقول شي كلام شي لحظه ما تدفعونيش ليه غنخرج شي كلام مع مرتي واحد سمعوا اسمح لي يا مرتي لا انا عندي المراه شوفها شوفها الاخوان اللي ما يدافعش على شرف امه ولا شرف مرته راه ماشي مغربي انا نقولها لكم حنا المغاربه حرام.